السلام بنات، كديري لاباس عليكم. مرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو ان شاء الله غنحضر معكم واحد الطريقه ديال لاداند بواحد الخلطه اللي تقدروا ديروها لاداند وديروها كذلك للدجاج، كتجي زوينه وسهله في التحضير. ومهم هذا الفيديو راه فيه هذه الطريقه ديال لاداند ديت ليكم، وفيه بعض النصائح اللي تقدروا تحتاجوهم في حياتكم اليوميه، كاين اللي عارفهم كاين اللي ما عارفهمش. المهم كنحاول ما امكن انني نعطيكم اي حاجه تعلمتها في حياتي كنبغي نفيدكم بها حتى نتوما. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، وبحال ديما عجبكم خليو ليا جيم كومونتير، والناس اللي مشتركين في القناه اشتركوا باش يوصلكم اي جديد. نخليكم دابا باش نبداو في الفيديو ان شاء الله على بركه الله. اول حاجه كيف كتشوفوا كناخذوا هاد لاداند او الديك الرومي، كيكون مقطع على هذا الشكل بحال هكا ايفيلي. ها هو بالنسبه للقطع تقدروا تكبروا تقدروا تصغروهم، المهم كيكون مقطع بحال هكا صافي. دابا غادي نديرو ليه الملح والسكينجبير والحامض ونخليه واحد شويه ترقد غير باش تحيد ديك الريحه ديالو صافي. عاد نديرو ليه العطريه اللي غادي الخلطه اللي غادي نوجد معاكم. انا درت الملح السكينجبير والحامض، نعصروا عليه الحامض. الحامض كيحيد الزفور صافي. غادي نخليه واحد شويه هكا، نخلطوه بعدا ونخليه واحد شويه باش داك الحامض يدخل فيه ويحيد ديك الزفوريه صافي. وكنشلو صافي باش نديرو ليه ديك الخلطه اللي قلت لكم. بالنسبه للخلطه اللي غنحتاجو لهاد لاداند، غادي نحتاجو واحد الدانون طبيعي يعني مسوس، غنحتاجو واحد جوج معالق كبار ديال الموطارد، وغنحتاجو بيضه. وبالنسبه للعطريه غادي نحتاجو هنا عندي تحميره، البزار، الخرقوم، الخرقوم البلدي، شويه ديال الملح، ومعلقه صغيره ديال السكينجبير، وهنايا واحد نص معلقه ديال الثوم بودره. الا ما كاينش عندكم الثوم بودره ديروا الثوم طري راه هو كيكون احسن كاع صافي. وعندنا واحد المعلقه مع مرش ديال الرباعي يعني مخلط قزبر ومعدنوس صافي. غادي نخلطوا هاد التوابل كامله هنايا، عاد غنديروا فيها الدجاج او لاداند. الا بغيتو تقدروا تزيدوا هاد الصلصه الحاره كتجي زوينه، انا غير على حسب بناتي ما غنزيدهاش، ولكن زدتوها هي كتجي زوينه مع هاد الخلطه صافي. هنا ملي درنا الربيع زدنا عليها البيضه، ودابا غنزيدوا هاد العطريه كامله. غادي نزيدوا دانون مسوس، صافي. من بعد ما زدنا دانون مسوس دابا غادي نزيدوا الموطارد. صافي وغادي نخلطهم. صافي دابا غادي نرقدوا لاداند ديالنا. بالنسبه لاداند تقدروا ترقدوه ليله كامله، وتقدروا المهم كل ما رقدتو كل ما احسن، يعني الا وجدتو بالليل غيكون احسن. كنتو غادي تطيبوا ديك الساعه تخليوه على الاقل واحد نص ساعه حتى ساعه هكاك باش يلا يشرب هاد العطريه. انا رغشيه كامل هنايا، شو رقدوه مزيان بحال هكا حتى راه تيجي بنين ما تشبعوش منه. صافي غادي نخليهم مرقدين صافي. كيف كتشوفوا تقريبا غطيتو كامل بهاد الخلطه صافي. غادي نسد عليه بالسلوفان، نغطيه بالسلوفان ونخليه واحد تقريبا مده ساعه ولا اكثر على حسب، حيت انا دابا راه وجدتو بكري شي شويه بغيت نديرو الغدا، ولكن دابا راه الصباح هذا باقي ما وصلش وقت الغدا. نخليه يعني الله يشرب العطريه مزيان باش يجينا هو داك بنين صافي. غادي نرجع معاكم. البنات كنحك دابا البوطه
وانا نتفكر قلت ضروري عارفيني انا اي حاجه كتعجبني ولا شي حاجه كنكون مجرباها وكتصدق ليا كنشاركها معكم. هذا برودوي هذا سميتو الو. هذا راه زوين، الثمن ديالو هو 13 درهم. ها هو كاين اللي كيبيعو حتى ب 10 دراهم وكاين اللي 13 درهم. المهم ما عليناش الثمن، يعني ماشي شي حاجه اللي غاليه وكبير. راه فيه ما شحال فيه نشوف انتما شو شحال فيه، يعني راه كبير وكيدي مده طويله. شوفوا دايرين فيه زعما الكوزينه وداكشي الفران والثلاجه اللي جربتوه فيه كيخرج كيشعل. والله هذا زوين زوين صراحه. دابا ترشيتو حتى بديت كنحك البوطه وداكشي ونقول الله تنشاركوا معاكم نيت. واعر هذا واعر غزال، شو عرفتي كيخلي البوطه كتشعل واخا تكون حتى شي حاجه اللي قديمه زعما ما شي حاجه هكا كتكون محروقه ولا عرفتي. هنا عرفتو هنا راه كي كان ليا هنايا واحد المره كانت خوا في الطاجين وتحرق النيت، عرفتي راه ولا محروق. وشوفوا كي ولا انا راه كنعيني في اللون نشاركوا معاكم. ملي يلاه ملي كانت البوطه موسخه ولكن والله ما طاحت لي في بالي حتى بديت دابا كنمسح بعض المرات غير كنرش بلا ما نحتاج لهكا زعما شي شوفون ولا شي حاجه اللي قاصحه ولا شي حاجه اللي حرشه، غير يعني زيف عادي كتمسحي بيه بغير كيتمسح. المهم المره الجايه الا كانت دابا واحد القطره سي مسحت، المره الجايه الا كانت شي حاجه موسخه غنشاركها معكم يعني مباشره باش تاكد بانه واعر غزال. المهم انا درت لكم الاشهار فابور كنعرف انا شكون هاد الشركه هادي، انا غير قلت نشارك معكم حيت عجبني وصافي. المهم بحال ديما اللي بانت ليا زوينه تنشاركها معكم. بلاتي بلاتي البنات، هيا هادي النيت باقا ما حيدتهاش، انا نرش البرودوي قدامكم ونحكها باش تشوف. هاي بقى ما حيد، بقى ما درتش هاد البلاصه. هانتوما شو كي داير شي كي داخله الوسخ. هانتوما شوف صافي كترشو، هو ترشو تخليو واحد شويه اللي بغيتو، اما ما بغيتوش راه تمسحو ديك الساعات انا حيت ما زربانه. المهم هانتوما قدامكم شوفوا باش غنمسخها، شوفونا عاديه شو شو داكشي كي كيتمسح. شوفوا هادي ها دايره قاصحه شتو، مزال انا دايره غير بهاد السيف العادي شتو شكي كيتمسح هاد الشيء. شوفوا هادي كاع قاصحه شتو هانتوما كيتنق. انا كنحك بعض المرات بدك ديال المعلم كي دابا بغيت نوريكم غير انه يعني لهاد الدرجه انك تمسحي غير بزيف عاد وكيتمسح كيخلي البوطه كتشعل صافي دغيا. دابا دغيا غادي نمسحها. هادشي اللي كيعجبني فيه انه بدغيا يعني دغيا كيقضي لك، ماشي بحال انك تبقاي حكي ما تحكو الجهد. راكم عارفين بنات دابا راه عيب التمره ولينا نقلبوا على الحاجه السهله. هانتوما البنات راني مسحتها ومسحتها غير بالزربه، والله العظيم الا غير زربت عليها شوف كي كتبان. حيت مع حاطه الروز باغا نديرو غنديرو مع داك ما عرفتش نفس الفيديو اللي غنحط لكم لا لا اللي دايره فيه لدان دابا داك الخلطه. دابا راه حاطه الروز باش نسلقو، ملي بغيت نسلقو حتى كتبان ليا البوطه عامره هادي مسخه ما كنحملش نشقى عليها وهي مسخه. صافي دابا راه ندير فيه راكم عارفين الروز مليح وشويه ديال الزيت صافي خليتيه تسلق باش نديرو على شكل شلاضه نقدمو مع داك لادانت. البنات انا جيت هنايا نشارك معكم السر ديال الفريت باش انها تجيك مقرمله ما تجيش لاويه، عرفتي ديك الفريت ملي كتكون تاكل فيها كتجيك بحال لاويه ومعجنه وداكشي. الا بغيتو تجي بحال ديال الزنقه السر هو انها ملي تنقيوها وداكشي بحال هكا تنقيوها وتكردوها تاخذوا الماء هكا تعمروا شي باني بحال هكا فيه الماء وتزيدوا عليه الخل، تزيدوا عليه تقريبا واحد نقولوا هكا واحد على حسب البطاطا، عشان انا غندير تقريبا واحد المعلقه كبيره ديال الخل. من بعد ملي غادي نقطعها صافي دابا غادي نقطعها وغادي نخليها في هذاك الماء نخليها فيه حتى تحيد منها النيت هذاك النشا. راكم عارفين البطاطا فيها النشا، حتى ديك النشا كيخليها ما كت سمحوا لي حتى ديك النشا كيخليها ما كتجيش مقرمله. صافي من بعد ما غتقطعوا البطاطا ديالكم
وديروها فيها بحال هكا صافي. تخليوها هنا تخليوها وتقريبا واحد ملي تبغى تقليوها خليوها هكا واحد ربع ساعه هكاك تقريبا. المهم غير بما وجدت المقيله بما سخن الزيت وداك الشيء صافي وصفيوها ملي تسالي وصفيوها صفيوها من هذا الماء تكون ناشفه وقليوها وشوفوا كيفاش غادي تجيكم. ما تقولوش راه كتبخلي علينا بالوصفات وبالاسرار درا سر. وديما البطاطا ديال القليان تكون طويله من احسن باش هكا كتجيك طويله كتحسي بها انها ديال الفريت هكا كتكون زوينه وكتجي مقاده حتى في التقطاع والبطاطا ديال الفريت تكون حمراء. يلا قولي لنا صافي صدعتينا كلشي عارفينه الناس المبتدئين كنبغي نشارك معاهم هادشي ولا اللي ما عارفش كيعجبني نشارك معاهم بحال هادشي. كلشي جاي لشي 10 سنين دابا وهي عندي وبشحال كنت خديتها غير بشي 20 درهم الله يلا شي 20 درهم نفعاتني وبالزوينه دغيا كتقضي لك خصوصا بان نيت بقيت راسي زربانه دغيا كتقطع لك الفريت واللي زوين كتجي الفريت القاده وراه متوسطه يعني الفريت ديما خصها تكون في التقطاع متوسطه ما تكون لا رقيقه وتشرب الزيت وما خصهاش تكون عتاني غليظه وتبقى معجنه فهمتوا. نتمنى النصائح ديالي يعجبوكم. عارفين وما يقول لي صافي احنا عارفين. المهم الناس اللي ما عارفينش هذه حتى هي راه نصيحه واخا يجيكم هادشي راه بسيط والله الا كينفع في حياتنا اليوميه بحال دابا هذه غتحتاجيها. اشنو اللي زوين فيها؟ منها انها كتزرب دغيا كتنقي لك ومنها انها ما كتضيعش لك يعني حتى هي اقتصاديه. علاش؟ بحال دابا حنا ملي كديري البطاطا كتنقيها بالموس دابا لقيت راسي نقيت كلشي كتنقيها بلاتي كتنقيها كتلقاها كديريها يعني ضروري كطيري كتضيعي البطاطا هذه لا شوفوا كيفاش كتخرج البطاطا كتخرجها رقيقه كدغيا كتزرب والجلفه كتخرجها رقيقه يعني ما فيهاش البطاطا ما كتضيعشها. شي الجلفه كيفاش كتخرج يعني بعض المرات غير الجلفه باش نقرب لكم بعض المرات كتخرج غير الجلفه بوحدها بلا قعد شويه يعني كتخرج ديك الجلفه رقيقه ها شو خصها اللي ما وركتيش عليها بزاف راه كتخرج داك الشيء رقيق ها شفتوا راه حتى هذه نصيحه من النصائح اللي يعني خاص الواحد انه يعرف منها اقتصاديه ومنها دغيا كتزرب دغيا يعني هذه وهذه دغيا كيزربوا الحاجه. انا كنشدها كنقسمها على جوج كنبان لكم كنقسم البطاطا على جوج حيتاش كبيره اما الا كانت صغيره راه تنخليها هكا كصينه وكنحطو كنضغط عليها صافي وكتخرج عليا كامله دقه وحده غير هذه حيت كبيره حيت البطاطا كبيره شفتوا هذاك الشيء علاش كنقسمها على جوج باش ما تجينيش ثاني قاصحه باش دغيت تخدمني هذه فهمتي شفتوا دغيا زمن السرعه. انا دابا راه كملتها غنخليها واحد شويه بما وجدت المقله وداك الشيء وغادي نصفيها نحيد لها هاد الماء اللي فيه الخل صافي وغادي نقليها. هنا راه لادانت اللي وجدت معكم هو راه باقي حتى هو بدا غنبدا نقلي فيه
الا كنتو تنتوما بحالي غادي ديروا البطاطا مع بطاطا مقليه مع هاد لادانت، حاولوا تقليو البطاطا هي الاولى ياكم، تقليوها هي الاولى باش داك الزيت ديالها غادي تقليو فيه داك لادانت، حيت الا صبقتو لادانت غادي يخسر لكم الزيت مع داك الخلطه اللي فيه داك الشيء، ما يبقاش الزيت نقي، ما تقدرش ديروا فيه بطاطا. باش تسبقوا البطاطا هي الاولى عاديروا لادانت هكا باش ما تديروش الزيت جوج مرات. اقتصاد الاقتصاد. مع هاد الزيت اللي ولا غالي وهذا الشيء اقتصدوا، الا كاع قدرتو ما تقليوهمش كاع، ديرهم غير في الفران. راه كاين طريقه ما عرفتش ديجا كنت حاطاها معكم ديال البطاطا كديرها في الفران، هي كتجي واعره ما تحتاج كاع الزيت، كنحنا نتهناو من هاد الزيت اللي ولا غالي. ولا داند راه حتى هو تقدروا تديروه في الفران، اي حاجه تقدروا ديروها في الفران حسن، كاع كتجي صحيه على الزيت. ها هي الواحد كيبغي مره كيبغي ندير شي حاجه هكا مقليه، حتى راكم عارفين سبحان الله الحل اللي كتكون مقليه كتكون بنينه بالشعف، وراه حاجه اللي ماشي صحيه كتكون بنينه. هنا البنات جيت نشكل لكم هاد لاشابيو تا هي واحد الطريقه اللي ساهله وبصفر درهم. على صفر درهم هذه لاشابيو كنضرب كي عفوا الناس شنو هي بالعربي، الخبز محمص ياك، مقال هادشي كيقولوا لا. المهم ها انتما كيف كتشوفوا كيفاش داير. دابا راه جبتها من الفريكو، الخبز ما غاديش يجمد الا اللي كان بحال هكا مفرتت ما غايجمدش. المهم الطريقه اللي بغيت نقول لكم انايا هي غتشدوا الخبز يعني ما كاينش شي واحد فينا اللي ما كيشدش ليه الخبز كارب، يعني كنخرجوا غير كنلوحوا. غادي تشدي الخبز ملي يشد ليك خبيه بحال هكا، ديري شي ميكه ولا شي حاجه، ملي تكون مشعل الفران مثلا كطيبي في شي كيكه ولا كطيبي مثلا الخبز ديالك ولا شي حاجه، ملي يطيبوا داكشي يعني كتكملي الخبز ديالك ولا الكيكه ولا اي حاجه درتي في الفران كيكون باقي سخون، كتشدي هذاك الخبز اللي بقى لك كتسرحيه هكا في شي لاطه وكتدخليه تكون طافي الفران، كتدخليه كيشد غير ديك السخونيه، ديك السخونيه كترجع عليه وكيتكرمل كيولي مكرمل صافي. غادي تجبدي وغادي تطحنيه في الطحانه ديالك وغادي يعطيك هاد لاشابيو، يعني ما غادي تحتاجي لا تشريها من مرجان ولا ما عرفتش من فين كتباع، كل واحد فين كيلقاها، ما غادي تحتاجي لا تشريها لا شي حاجه، غديرها لراسك وبزيرو درهم كيف قلت لك غطلع عليك. الخبز كنلوحو كنلوحو والله ما نخدمو به، يديرو لي لاشابيو وكتشدي هاد لادان وكديريه فيها وكتقليه كيجي واعر بحال داك الدجاج كينطاكي داكشي. المهم هادي هي نصيحه من نصائح اليوم، هاد الفيديو خاص بالنصائح. صافي هنايا دابا لادان، انا راه درت البطاطا راه كتسمعوا فيها كتقلى، درت هاد التقلى ونشد دابا هاد لادان وغادي نديرو فهاد لاشابيو ونحطو فهاد الطبسين. نحاول ندير داكشي اللي غنحتاج دابا حيت ما غاديش نقلي كلشي دابا، غنقلي غير على حساب بناتي، وحده غنقلي ليها وغادي ندي لها المدرسة، دابا راه قريبة 12 غندي ليها المدرسة كتغدى تما، وحده غادي نقلي ليها باش مني تجي من المدرسة غتغدى بيها عاد تمشي للمدرسة، شتي على راه مشكل عندي شي غادي شي في المدرسة شي خارج. ايوا الحمد لله على كل حال. المهم خليكم معايا غادي نجيب هاد المعلقة، غادي ناخد وحده بحال هكا صافي، غندوزو في هاد لاشابيو او الخبز محمص، يا ربي تكون عندي صحيحه الخبز محمص باينه غتكون خبز محمص صافي، غندوزو بحال هكا صافي، غتحطوه هنا نجي صافي، غتبقاو غاديين هكا حتى تكملو هاد الشرائح كاملين اللي عندكم. كيف كتشوفوا راه دايره جوج سكيرات، هذا الخبز الاول اللي كان عندي ودرته، هذا الثاني جبتهم بجوج قلت زعما اللي يكون يقدنيش في شي حاجه، المهم كتلقاي موجود عندك وما كيجمد ما والو، يعني دابا انا راه يلاه جبدته دابا نيت يعني ما جامد حتى شي حاجه ما كيجمدش صافي. المهم انا غادي نكملو كامل اللي غادي نقلي ونرجع معاكم. ها هي البنات البطاطا راه تقلات، شوف كيف كتجي يعني ما لاويه ما حتى شي حاجه، مع التحريكه كتعرفي ان البطاطا راه شاده في راسها صافي. المهم انا غادي نحيد هاد البطاطا، اللي بغيت نقول لكم هو ان الزيت كيدير لكم كثير على حسب البطاطا وما كثرش بزاف، اللي كيدير اكثر من هكا. المهم
غادي تني تحيدو البطاطا نقصو الزيت، حاول نقصو منه شويه وديرو فيه حيت هذا ما كيحتاجش الزيت كامل، فهمتي؟ باش ما تخسرش الزيت كله. قولي لي بركه ما تسقريم، لا والله ما تسقريم البنات، الاقتصاد الاقتصاد مزيان هذا الوقت، هذا الوقت راه صعاب وكل شيء غلا. دي شي بنات، يلا انا غادي نحيدو ونرجع معاك. صافي البنات انا راه درت هذا ندير التقلى دابا، مدوش على المقله لان كل ما ولات هكا كل ما كدي تقلي مزيان، ماشي خصك تحك، الا تحكات غتخسر. تقولوا لي المقله ديالكم موسخه. صافي بقاو تقلبوا، راه دغيا دغيا كيطيب هاد لاداند، راه دغيا ردوا معاه دابا باش ما تحرش فيكم، وراكم عارفين لاداند اصلا حتى في الطاجين ولا في اي حاجه دغيا كيطيب. صافي غادي نقلبوا دابا باش يلا نحيدو ونوريكم كيفاش. دابا راه ما كاملش 3 دقائق باش درت هادو وقلبتو، شتي كيفاش جا؟ راه بغيا كيتحمر بغيا كيطيب لادان، كيجيو غزالين. هانتوما البنات شوفو كيف كيجي، واعر واعر واعر، عرفتي كيجي بنين، شو الطيب ديالو كيجي غزال. هنا البطاطا اللي قلت لكم، شو قلت لكم غنشاركها معاكم، كتجي واقفه وزوينه زوينه، تاهي كتجي مقرمله. هنا بغيت نوريكم كيفاش كيجي من الداخل، كيجي طيب مزيان، ومن برا كيجي مقرمل، كيجي بنين. كنتمنى تجربوه ويعجبكم، وإلا عجبكم الفيديو ديال اليوم خليو ليا جيم كومونتير، والناس اللي ما مشتركينش ما تنساوش تضغطوا على زر ابوني وفعلوا الجرس باش يبقى ديما يوصلكم الجديد. نخليكم دابا ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر.